بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة، الدرس 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهى بنا الكلام في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وعرفنا أن المراد بالمحصنات الحرائر العفيفات، فإذا كانت الكتابية محصنة أي حرة عفيفة عن الزنا حل للمسلم أن يتزوجها كما يحل له أن يتزوج المؤمنات، وذلك لأن أهل الكتاب لهم خاصية على غيرهم من الكفار كما سبق، فإن الكفار لا يؤمنون بنبي، فإن الكفار والمشركين لا يؤمنون بنبي ولا ببعث ولا يؤمنون بالله جل وعلا، بل يشركون به، بخلاف أهل الكتاب فإن عندهم إيمانا في الجملة، يؤمنون بالله ويؤمنون بالكتب وبالرسل في الجملة، وإن كان عندهم بعض النقص والمخالفات لكن الأصل فيهم الإيمان، بخلاف الكافر من غير الكتابيين فإنه ليس عنده أصل الإيمان. المحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي من اليهود والنصارى من قبلكم، أي أوتوا الكتاب قبل أن تؤتون الكتاب، قبل أن تؤتوا الكتاب فهم سابقون للمؤمنين، سابقون للمسلمين في وراثة الكتاب من الله سبحانه وتعالى. والحكمة في إباحة تزوج المسلم من الكتابية، والله أعلم، أن الزوجة تكون تحت سلطة الزوج، وربما تسلم فيكون في تزوجه لها سبباً، يكون في تزوجه لها سبب في إسلامها، وأيضا هو له السلطة عليها، بخلاف تزوج الكافر من المسلمة فإن هذا يفسد عليها دينها. إذا تزوج الكافر من مسلمة مع ما يعلم أن الزوجة تكون تحت سلطة الزوج، فالوثني إذا تزوج المسلمة يصرفها عن دينها، بخلاف العكس أو تزوج المسلم من الكتابية فإنها تكون تحت سلطته وتحت إمرته، ولا يخشى عليه في الغالب أن تؤثر عليه في دينه، بل العكس، وهو أنه يمكن أن يكون سبباً في إسلامها. المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ثم قال: إذا آتيتموهن أجورهن، أي مهورهن، فلا بد من إعطاء المرأة مهرها الذي عقد عليه أو الذي قدر لها، فلا بد من إعطائها إياه، وهو ملك لها، إلا إذا سمحت به أو بشيء منه. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا آتيتموهن أجورهن، وهذا فيه تأكيد على الأزواج
أن يدفعوا مهور زوجاتهم ولا يماطلوا بها ولا يأكلوها إلا إذا سمحت لهم بشيء من ذلك. فالمهر حق للمرأة، لا يجوز لأحد أن يأخذ منه إلا بإذنها وطيبة نفسها. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، إلا الأب فإن له أن يأخذ من مهر بنته ويأخذ من مال ابنه ما يحتاج إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. قال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي المتعارف عليه. فالمهر يكون بالمعروف بما جرت به العادة. وفي هذا نهي عن المغالاة في المهور، مغالاة تخرج عن المألوف والعادة، كما يفعله الجاشعون من المبالغة في المهور مما يصعب الزواج ومما يكره الزواج في نظر الشباب ولا سيما الفقراء منهم. فإن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، كما في الحديث: وآتوهن أجورهن بالمعروف. ثم قال: محصنين غير مسافحين، أي كما يشترط في الزوجة أن تكون محصنة أي حرة عفيفة عن الزنا، كذلك يشترط في الرجل أن يكون محصنا أي غير مسافح، غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فالزاني لا يزوج حتى يتوب، كما قال سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فيشترط في الذي يزوج أن يكون محصنا أي حرا عفيفا غير مسافحين، والمراد بالسفاح الذي يزني بكل امرأة، الذي يزني بكل امرأة، كل ما ظفر به من الزانيات فإنه يزني من غير تقيد. والمتخذ الأخدان الذين لا يزنون إلا بعشيقاتهم والمصاحبات لهم. والزنا كله حرام، سواء كان زنا سفاح أو زنا مخادنة، كله حرام. ولا تباح الفروج إلا بالعقد الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.